الناس دايما يا رزق بيحاسبوا الفنان الممثل يعني على انه هو كانه زي ما انا زمان وانا صغير كنت بمثل في الحمام يعني لو بحط كاميرا وبقف امثل قدامه ما يعرفوش انه في ناس اهم من الممثل في العمل اولهم السيناريو الجيد طبعا فهل الواحد دلوقتي لما بيجي له سيناريو كويس يعني ممكن يقوم يتحزم ويرقص يعني حاجه عمله نادره شويه بس انا مش قادر احدد بصراحه سعداني هي أزمة كتاب كويسين ولا أزمة البحث عن كتاب كويسين يعني هل ما عندناش مواهب ولا ما عندناش القدرة على البحث عن المواهب لا احنا اكيد عندنا مواهب بس اعتقد ان احنا في فترة كبيرة قوي من الزمن فكرة التحديد خصوصا رمضان يعني في ان هو لازم المسلسل يبقى 30 حلقة علشان يتعرض في رمضان وكده ممكن يكون قماشة العمل نفسه ما تحتملش يعني زمان انا فاكر مثلا ليالي الحلمية الجزء الأول تقريبا 12 حلقة 13 حلقة رقم غريب كده 13 رأفة الهجان 13 حلقة فاهم ليالي الحلمية الجزء الثاني 20 حلقة هو خلاص زي ما طلع مع الله يرحمه الأستاذ العظيم طبعا أسامة أنور عكاشة هو العمل طلع معاه كده أعتقد المشكلة دي في طريقة الحل دلوقتي بعد دخول البلاتفورمز والمسلسلات بيتهيألي بقى وجود البلاتفورمز دلوقتي خلت الحلقات فيه 6 وفي 8 وفي 12 بس الواحد لما بيلاقي دور كويس يعني انت مثلا في القاهره كابل انا شايف مش انا بس يعني الناس كلها يعني انت عامل دور انا رايي ان ده من احلى الادوار اللي انت عملتها في حياتك حلقتين الحلقه الاولى والثانيه كانوا دول اللي شدوا العين كمان للمسلسل انا هعمل الحلقتين دول انا ما عنديش مشكله هما بمقام 30 هما بمقام 30 بالنسبه لي الناس كانوا بيحطوك حتى في البوستات اللي بتتكلم عن المسلسل وكده هو كأنك واحد من أبطال العمل اللي موجودين طول المسلسل ما هي الفكرة إن لما تيجي تحكي التيمة بتاعت الرواية أربعة أصحاب بالظبط فاهم فخلاص أنا بقيت واحد من الأبطال مع إن أنا مفجر الرئيسي للأحداث